البنت مضروبة ضرب مش واجعة، عليها ضرب نزيف بالمخ، عندها نزيف بالرئتين، عندها بأضلاع جسمها كلها متكسرة. كاين ضربها ومربطها عشان ما تهربش عنا وسيبها وطالع. في هذه الفترة اللي سابها فيها كاين في نزيف داخلي حاد وكاين تنزف، إجا لقاها إيش؟ متوفية. الطب الشرعي أكد ذلك. يعني مبين قدامه واطرافات بلسانه وما ضاع عليها، المفروض هم يسرعوا في القضاء. يعني القضاء المفروض يسرع، يعني ياخذ القصاص على طول، ما يستناش هي سنه وشهر ما عملوش ولا حاجه. في حال كان القتل على خلفيه الشرف واستطاع الزوج اثبات انها على خلفيه شرف فهو بذلك يأخذ حكما مخففا، وهذا ليس موجود في قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة، إلا أن هذا يعتبر مما جرت عليه المحاكم في القطاع. الوقفة هاي لليوم وقفنا هي كانت ضمن بيان مشترك أتت به جميع المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء، خصوصا موضوع قتل النساء اللي انتشر بشكل واضح وكبير في الآونة الأخيرة.